السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوثر من إقليم الراشدية، وربما انقطع. كوثر نعم مرحبا. شحال هادي أنا كنصوني عليك، عشت لي وأنا فرحانة بزاف، ما نوصلكش هاد الفرحة ديالي والله. الله يفرحك بدخول الجنة بنتي كوثر. الله يفرحك بدخول الجنة بنتي كوثر. أنا قريبا بغيت تبقى معايا، عندي إن شاء الله مور رمضان العرس، وعندي دايرين أنا وزوج ديالي عكوشات، وبغيتك تبقى معايا سي كريب. يا ربي يا بنتي، يا ربي يا كوثر، يا ربي يا كوثر، الله يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم ويكمل لك الرجاء. لا اله الا الله. احيانا العكوسات تتابع الانسان. وبغيت ندوزها لك تهضر معاه. مرحبا بنتي، مرحبا. هيا استاذ حدايا. شكرا. اهلا وسهلا. السلام عليكم شريفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسهل عليك ورحمة الوالدي. الله يحفظكم لنا أم كوثر. الله يسهل عليك أستاذ. الله يسهل عليك. أمين. معايا وتعاني مع وليداتي، مع واحد البنية يا بغيت. يا كريم. وبغيت كتعاني معها وعندي مشاكل. الله يسهل عليك. الله يفرج عليكم لنا. الله يفرج عليكم يا كريم. يا ربي يا كريم. اللهم أمين لنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك لله أم كوثر. شكرا لك لله. شكرا. وجوابا على أم كوثر، فعلا قد يكون هناك بعض العكوسات والموانع تتابع بعض الناس، إما بسبب العين، والعين حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير. وقد يكون السبب حسد، والحسد قد أشار إليه ربنا عز وجل حينما قال: من شر حاسد إذا حسد. وقد يكون بفعل أعمال شيطانية سحرية، كما قال الله تعالى: ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني أسباب كثيرة قد تلحق بالإنسان. وقد يكون ابتلاء من عند الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإنسان إذا شعر بأنه مستهدف من جهة معينة وعنده عكوسات وموانع، عليه أن يبدأ في تحصين نفسه بالحصن الحصين. والحصين أشكال وأنواع، أسهلها وأقوها هي أن الإنسان عند شروق الشمس وعند غروبها ليقرأ الإخلاص والمعوذتين. الإخلاص هي قل هو الله أحد، هذه تعدل ثلث القرآن. والمعوذتين هما فيهم استعادة، تحصين، استعادة بالله: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تستعيد بالله تعالى من الحساد ومن أصحاب النفوس الخبيثة، تستعيد بالله منهم. ثم تقرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قد يصاب الإنسان بوسوسة من تلقاء نفسه ويبقى في صراع مع ذاته، فليقرأ المعوذتين. ونبدأ بالإخلاص. لماذا الإخلاص؟ لكي نحقق عقيدة التوحيد في قلوبنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وإذا أردت أن تزين عنك حتى التابعة، عليك أن تقرأ سورة الليل بالليل: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. لأن هذه التابعة تنشط بالليل، لما ينام الناس هم يخرجون ويبدأون في أعمالهم الظلامية ويعتدون على الناس. فنقرأ سورة الليل بالليل، ربنا يحميك. بحال اللقاح، عندك لقاح، عندك مضادات حيوية ضد كل هذه الأمراض الروحانية، يحفظك الله ببركة القرآن العظيم. ودوما الإنسان يواظب على الذكر، يكون طاهرا. الوضوء سلاح المؤمن، ينبغي أن تكون دوما على وضوء.
ودائما لسانك رطبا بذكر الله. الذكر يكون في كل وقت وحين، يكون في الليل والنهار، في المساء وفي الصباح، وفي اليقظة وعند النوم، وفي كل وقت ذهابا وإيابا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، اذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في كل إذا كنت دائما للذكر لله تعالى فهذا أعظم حسن حصين، يحميك الله تعالى من كل المؤثرات السلبية، وربنا يعطيك الخير والبركة. فأسأل الله تعالى لكوثر أن يسعدها مع زوجها، اللهم أسعدها مع زوجها، اللهم اجعل هذا الزفاف مباركة، اللهم بارك للعريس وللعروس، بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، واحفظهما يا ربي من شر الخلق، احفظهم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشر الخلق أجمعين. اللهم احفظهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وأسعد قلبيهما. وأم كوثر اللهم شافيها وعافيها وبارك فيها، وأقر عينها بأولادها وبناتها. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله دكتور قريبان، حياك الله مولاي. كل شيء بخير سيدي، لاباس عليك. الله يبارك فيكم سيدي. الله يرحم والدنا الدكتور، الله يجزيك بخير، كنشكرك بزاف، كنحييك وكنحيي طاقم الراديو وجميع المستمعين والمستمعات. بارك الله فيكم مولاي. مبارك على الجميع. الله يرحم والدنا الدكتور قريب معنا، الله يجزيك بخير ويجعلنا مع الوالدات يا رب. الله يرحم الوالدين، الظروف فيها صعيبة، ما عنديش الشوف. الله يرحم الوالدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خويا الله يرحم ضعفنا، الله يرحم ضعفنا، لا إله إلا الله. عندي الدراري. شكرا لك سيدي محمد. أي يا خويا عندك الوليدات بخير، إيه دعي لي معنا، الله يرحم ودعيهم معنا، الله يجزيك يا رب شفاء الحمالين. الله يا رب يا خويا محمد، جميع المستمعين، لا إله إلا الله. معنا الظروف الناس فيها صعاب، مع الشوف الله يرحمكم الوالدين، يا رب يا كريم أخويا محمد، يا رب يا كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وفي هذا اليوم المعظم يوم الجمعة، وفي هذه اللحظات التي أوشك فيها أن يؤذن ويرفع الأذان لصلاة الجمعة، أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يفرج همك وينفس كربك. أسأل الله تعالى أن يعينك على تحمل المسؤولية على تربية الأولاد والبنات، وأنت ضعيف وفاقد للبصر وعندك أولاد وذرية، أسأل الله تعالى الذي خلقنا وخلقك والذي رفع السماء بغير عمد سبحانه وتعالى المدبر سبحانه وتعالى الودود سبحانه وتعالى الشكور، اللهم يا رب تجلى على أخينا محمد بالشفاء التام، اللهم ارزقه الرزق الواسع الحسن، اللهم بارك له في الأولاد والبنات بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. كذلك أخونا عبد القادر أيضا اتصل قبل قليل وقال بأن والده قد توفي ويدعو له بالرحمة والمغفرة، أسأل الله على أن يتغمد هذا الوالد محمد بواسع الرحمة، الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم أسكنه فسيح الجنات، اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم اجعله منعما مكرما في 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 الفردوس الأعلى. هذه فرصة أيها الأحبة الكرام، ندعو جميعا، الدعاء كلما كان جماعيا كان أقرب إلى الإجابة. فاللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم، بحق القرآن وببركة الصيام، اللهم اغفر للجميع وارحم للجميع وأكرم الجميع ببركة نبينا محمد الشفيع، اللهم تقبل منا جميعا الصيام، وتقبل منا القيام، ووفقنا لختم القرآن، اللهم وفقنا للعطاء ختم القرآن، اللهم وفقنا للعطاء، ووفقنا للجود، ووفقنا للكرم والإحسان، اللهم ارزقنا المحبة والمودة فيما بيننا، اللهم اجعل العائلة تتجمع في رمضان، وأن نصل الرحم، وأن نسعد
بعضنا بعضا. اللهم يا ربي يا كريم وشافنا جميعا من الأمراض والأسقام والعلل، يا شافي يا عافي يا الباري تعالى. اللهم جد باللطف الخفي، اللهم شافنا شفاء تاما. يا لطيف يا لطيف، أنت اللطيف وأنت الشافي وأنت المعافي. يا ربي سمعنا نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. اللهم ونحن قد نصوم، اللهم تقبل صيامنا واشفنا يا مولانا من الأمراض والأقام والعلل. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب الباس، أذهب الباس، اشفي اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقى ألما. اللهم شافي منا كل مريض، شافي منا كل سقيم. اللهم شافي منا كل مريض، شافي منا كل سقيم، وارزقنا يا مولانا الرزق الحسن. اللهم إنك أنت الرزاق القوي ذو القوة المتين، وارزقنا جميعا رزقا واسعا، رزقا حلالا، رزقا طيبا. اللهم أفض علينا من بركاتك. اللهم يا رب اجعل أيادينا هي العليا بالعطاء، ولا تجعلي السفلى بالاستعطاء، وأكرم وفادتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات النفوس، وأسعد يا رب الصدور. اللهم يا رب بارك في الأولاد والبنات، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم يا رب مرضيين، اجعلهم مهديين. اللهم وفقهم في الدراسة واجعلهم ناجحين، ارزقهم فهم سليمان وحكمة سيدنا لقمان، وقوة الذاكرة وقوة الحافظة وحسن الإجابة. اللهم بارك في الأولاد والبنات، اللهم بارك في الجميع ببركة النبي الشفيع، واحفظ هذا البلد الأمين، اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أعنه على فعل الخير، اللهم أقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأنبته اللهم نبات حسنا، وشد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد. اللهم بارك له في جميع أفراد أسرته الملكية الشريفة. اللهم احفظ هذا البلد ورجال البلد ونساء البلد وشباب البلد، اللهم احفظ الجميع ببركة النبي الشفيع. اللهم وانصر أمة الإسلام، اللهم أعد أمتنا الإسلامية إلى سابق مجدها وسالف عزها. اللهم اجعل كلمتها مسموعة ورايتها خفاقة في كل مكان. يا من قلت وقولك الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعل صيام رمضان يكون سببا في توحيد أبناء الأمة الإسلامية، اللهم اجعله يا رب سببا في قوتها وعودة أمجادها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.